الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوج، معكم محمد الكبيسي وزينة جمول، ونبدأ بالعناوين. بجهود الشيخ الخنجر، الوقف السني يستعيد جامعة دعاة الإسلام بمنطقة الحرية في بغداد. البرلمان ينجز مرحلة متقدمة من قانون العفو العام ويقترب من مناقشته تحت قبة التشريع. سببها أبراج الاتصالات، قفزة مقلقة بإصابات السرطان في ديالى، وأسعار العلاجات تفتك بالفقراء. عمره تجاوز 400 عام، الجفاف يقتل طبرة سيد جواد، أبرز مشاريع الإرواء في النجف. لتحرير منزل والدهم وتحويله إلى متحف، أبناء العلامة الوردي يطلقون مناشدة من المهجر. بعد ساعة من مناشدة الشيخ خميس الخنجر لرئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإعادة مسجد دعاة الإسلام إلى الوقف السني، استجابت قيادة عمليات بغداد وبحضور رئيس الوقف، وأعيد المسجد إلى وضعه الطبيعي. من جانبه أكد رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي أن ملكية الجامع كانت وما تزال عائدة للوقف السني، وسيبقى المسجد مكانا لإقامة الشعائر الدينية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن المسجد كبقية دور العبادة في البلاد هو لكل المسلمين. هذا المسجد معروف، لكن هذا كل العراقيين. إذا يجي واحد يصلي به سني أو شيعي بهاي المسميات يصلي به، ماكو إنسان ينمنع المتكلم رئيس ديوان الوقف السني. أروح أصلي بسيدنا الكاظم، وروح أصلي بسيدنا العباس، وروح أصلي بسيدنا أبو حنيفة، ما حد يقول لي لا تصلي. هذا إيراني عراقي قبل كل المسميات. اثنين، هذا المسجد سني تقام به الجمعة، وأي واحد من أهل الشيعة يجي يصلي على رأسي شرف، يجي يصلي بالجامع، لكن الجامع موقوف على هذا الشيء، موقوف لأهل السنة والجماعة، فيبقى الجامع على ما هو عليه. واقف أخويا الآن قائد عمليات بغداد لواء ركن فائز والأخ لواء علي المساعد ماله، إحنا الفتنة نائمة، نعل الله من أيقظها من أي الأطراف أيا كان، إحنا عراقيين فوق المسميات، لكن الجامع تقام به الصلاة، والجامع أنشأ جيل هنا ورب جيل وجيل جيل ابن المنطقة، أنتم تعرفون ما كان جيل إيه الله يرحمه خليل السبع رحمه الله والده. لذلك الجامع يبقى يصلون بأي أي إنسان يجي يصلي بيصلي بيه، لكن تقام به الجمعة وتقام به الشعائر الخمسة. لا أمر. وكان رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر أكد أن التجاوز على مسجد دعاة الإسلام في بغداد ومحاولة استخدامه لأغراض أخرى انتهاك لقيم الوحدة والتعايش. الشيخ الخنجر قال في بيان إن الأمل كبير برئيس الوزراء لوضع حد لمحاولات بث الطائفية والفتنة لغايات انتخابية أو اقتصادية، مشيرا إلى أن دعاة الإسلام عنوان كبير للتعايش، وتأكيد دعوة الإسلام في التسامح ونبذ الغلو والتطرف. في ملف آخر، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن القوى السياسية متفقة على تمرير قانون العفو العام كونه جزءا من الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن القانون في لمساته الأخيرة قبل إقراره. بالنسبة للوقت هذا يعتمد على الإجراءات التشريعية التي يجب أن يأخذها، وطالما الحكومة قد انتهت من ملاحظاتها وأرسلت النص القانوني أو المشروع القانوني إلى مجلس النواب، فلا بد أن يعرض على اللجان المختصة، وبالتالي يأخذ وفق آليات التشريع وقراءة أولى وقراءة ثانية وبعد ذلك التصويت. فمن حيث التوقيت يعتمد على ملاحظات مختلف الأطراف والجهات المختصة بما فيها يعني مؤسسة القضاء الأعلى أو مؤسسة مجلس الدولة، وكذلك
الجهات التي لها يعني علاقة في موضوع العفو العام، وبالتالي أيضا القوى السياسية والكتل النيابية تأخذ دورها في هذا الموضوع. هناك إرادة بسبب أن هذا الموضوع وغيره من بعض القوانين الأساسية هي جزء من الاتفاق السياسي وجزء من البرنامج الحكومي، وبالتالي يشرع في هذه الدورة حي على الصلاة. ضحية لوشاية مخبر سري يقبع في السجن منذ 15 عاما رغم انتهاء محكوميته، وذووه يطالبون بإنصافه وإقرار قانون العفو العام. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. لم يكن ذنبه سوى أنه معتدل في دينه متردد إلى بيت الله. المحكوم محمد دحى من سكنة قضاء الرمادي حكم 15 عاما بوشاية من مخبر سري، وما يزال يقبع خلف قضبان السجون رغم انتهاء محكوميته منذ عامين، لكونه حكم سابقا لثلاث سنوات على يد القوات الأمريكية، وعلى الرغم من الاعترافات التي انتزعت منه بالإكراه، وقد تبرأ منها المخبر السري أمام القضاء، لكن لم ينصف هذا السجين حتى الآن. إجا شاهد المتهم للمحكمة أنكر هذه التهمة، قال أنا ما عندي أي دليل على محمد دحام ولا أنا شاهد على محمد دحام. راجعنا كثير من المحاكم العراقية، بعد عناء طويل صارت محكمة محمد دحام وجبنا شاهد متهم، وعنده تقرير طبي موجود عندي وممثل قانوني من جانب المحكمة الرصافة. القاضي حكم محمد دحام على حكم سابق، علما محمد دحام كان معتقل عند القوات الأمريكية 3 سنوات، هو انحكم 15 سنة، المفروض محمد دحام يطلع قبل سنتين يطلع من المعتقل. لم يبق لهذه العائلة سوى المطالبة بالوقوف معها من قبل أصحاب القرار وإنصاف ولدها المظلوم بإقرار قانون العفو العام وإعادة تدقيق قضايا السجناء الأبرياء أو العمل بنظام العفو الشرطي الذي يقلل المحكومية إلى النصف كما هو معمول به في كثير من الدول. أناشد رئيس مجلس الوزراء المحترم المهندس سيد السوداني والسيد رئيس مجلس النواب المحترم محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر ناصر المظلومي نسأل الله أن يحفظه والسيد فائق زيدان، يعني كثير ناس ناشدته يعني واستجاب للمناشدة. من خلال مناشدتكم نطالب بالقوات العراقية وكل من يهمه الأمر بإقرار العفو العام أو إقرار العفو الشرطي. أكثر من 15 عاما خلفت معها أضرارا كبيرة على عائلة محمد التي تعاني قسوة العيش بعد فقدها المعيل، فضلا عن دمار منزلها بالكامل على يد داعش الإرهابية وسكنهم خارج المحافظة لسنوات، وما زالوا ينتظرون بصيص أمل لعله ينير عتمة السنين الماضية بالإفراج عن والدهم المظلوم. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. للمزيد ينضم معنا الشيخ أحمد المشهداني شيخ عام عشيرة المشاهدة في الأنبار. مرحبا بك شيخ. قضى الكثير من المعتقلين محكوميتهم داخل السجون إلا أنهم ما زالوا بداخلها، ما الأسباب برأيك وهل لديكم حالات مشابهة في الأنبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد استبشرنا خيرا عند تشكيل الحكومة، حكومة السوداني، لا سيما وإن الاتفاق الذي بموجبه تشكلت الحكومة الأخيرة تضمن حقوق بعض المواطنين من محافظاتنا التي تعرضت للإرهاب، ومن هذه الحقوق هي إعادة المهجرين وقانون التعويضات وقانون العفو العام والإفصاح عن المغيبين قسرا. ولكن يعني مع الأسف مرت فترة طويلة على تشكيل هذه الحكومة، وكنا نتأمل أنه الحكومة تبادر أن تعطينا هذه هي هذه مو مطالب، هي هذه حقوق شعب، أن تبادر بهذه الحقوق، ولكن لحد الآن لم ترى النور أي نقطة من هذه النقاط التي ذكرتها. طيب، فمع الأسف
يعني السجون مكتظة بالناس اللي ثلاث أرباعهم هم أبرياء دخلوا السجون نتيجة خصومات ومخبر سري ودعاوي كيدية. طيب هذا بشكل عام في العراق. نحن شيخ أحمد هل يوجد حالات مشابهة في الأنبار حصلت؟ نعم أكو ناس يعني قبل فترة أكو واحد بقى بالسجن ست سنوات ورا الست سنوات بعدها طلع تبرية ما هيك لا ما لا ذنب ولا شيء بس بقى بالسجن ست سنوات وفقد عمله فقد وظيفته وهو بريء ما له أي ذنب وحالات كثيرة من هذه الحالات. طيب هل تعاني الأنبار من ليس بعيد عن هذا كلكم نعم هل تعاني الأنبار نعم. من ضحايا المخبر السري سيء الصيت؟ أكيد كثيرين موجودين من ضحايا المخبر السري سيء الصيت ويعني أقدر أقول لك مو بس الأنبار يعني أغلب المحافظات هذا الشيء موجود صارت حالات كثيرة وأكو أمور أخرى يعني كنا نعرفها يعني كلكم تذكرون في مؤتمر القمة العربي اللي صار ببغداد صحيح أتت القوات الأمنية وأخذت العشرات بل الآلاف اللي بدواعي تحوط أمني ناس أبرياء لا لهم ناقة ولا جمل أخذوهم من الشارع وذبوهم بالسجون ولحد الآن هم داخل يقبعون داخل السجون ماكو ذنب يعني لا هو متهم لا حد مشتكي عليه تحوطات أمنية زين أنا وياكم تحوطات أمنية ذولا خفتوا وحطيتهم بالسجن انتهى مؤتمر القمة ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع طلعوهم شهر طلعوهم سنة طلعوهم مو يتركون ذولا الناس كلهم داخل السجون وهم لا ذنب لهم ولا صوش طيب. لا حد مشتكي عليهم ولا مطلوبين الجهة أمنية أكو 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 دول كثيرة يعني خلال أعيادهم الوطنية والدينية ما يمر عيد وطني أو ديني خلال السنة ما يطلقون عفو عام لشعبهم المواطنيهم فأنا أتوجه للسيد السوداني أقول له أنت أب لهذه العائلة الكبيرة اللي هي العراق فالكل ذولا ولدك فمن يخطئ يعاقب العقوبة المناسبة وبعدين يبدي إصلاحه يعني إحنا ما نريد يعني ماكو أب يريد يسوي ويا ولده كسر عظم المفروض يأخذ عقوبته اللي يستحقها وبعدين نحاول نصلحها وهكذا الأمور مو تبقى يبقون في السجون ووضع السجون يرثى له لا خدمة صحية لا أكل ذاك الأكل لا أمراض جرب يعني حياة مأساوية داخل السجون يعني ما يقبل بها كل طيب. واحد عنده ضمير وعنده إنسانية ذكرتم في بداية نعم. الكلام شيخ أحمد موضوع العفو العام هل بإقراره ربما ستكون هناك حاجة ملحة لإعادة محاكمة الموقوفين والمعتقلين الذين انتزعت اعترافاتهم بالقوة وأدلوا بشهاداتهم تحت التعذيب والله عزيزي يعني أنا هسه يعني أخشى ما أخشى أن يكون عفو اسمه عفو عام بس يفرغ من محتواه إذا العفو تفرغ من محتواه أنا أقول لك والمواطنين أعتقد يأيدون رأيي ماكو داعي للعفو يعني إحنا مدى نسوي إعلام للناس للمواطنين باقي الدول الحكومة العراقية أصدرت عفو وبعدين العفو ما يطلع فد نسبة ضئيلة لا تذكر ماكو فائدة بهذا أكو هواية ناس أخذت اعترافات من عندهم بالإكراه وبالقوة وبالتعذيب وهذا معروف يعني معروفة حالات كثيرة صارت نعم. أكو ناس اعترفت أنه قاتل سين من الناس قاتل سين من الناس بالاسم فلان ابن فلان هذا اعترف من الكتل بعد فترة طلع فلان موجود حي يرزق نعم فحالات من هاي الحالات كثير وحدث فلا حرج فإحنا أنا أتوجه يعني للرئاسات الأربعة
يعني أن ينظروا بعين العطف لهذه الناس اللي تقبع بالسجون منذ سنوات. هذا اللي عنده زوجته تنتظره، وهذا الأمة تنتظره، وهذا الكذا، والعديد من هاي، واكو تترتب عليها أمور شرعية، أمور أخرى. يعني ما أدري ليش هالشكل، يعني أنه المفروض اكو رأفة، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. هذا فيما يخص قانون العفو العام، واكو أمور أخرى لحد الآن معلقة. لا تنسى قضية التعويضات، البيوت انهدمت على ساكنيها، البيوت مهدمة من 2018 ولحد الآن الناس تعاني، وكلها وديدرون في حلقة مفرقة. من تسأل نعم، وضحت أصلاً أكو تزوير. أنا أسأل أكو تزوير؟ إذا أكو تزوير منه أكو مزورين وأكو موظفين فاسدين. نعم. فالدولة قادرة أن تكشف الموظفين الفاسدين. يا موظف يا فاسد، إيش كم معاملة عندك مزور؟ وضحت. نعم. الصورة، وعذرا المقاطعة لضيق الوقت. كم معاملة؟ جيب المعاملة ورجع فلوس فلوس البلد، وهكذا. يعني ماكو شيء يحصى على الدولة. أنا شنو ذنبي إذا أكو واحد مزور ويزور وما تنطيني معاملتي ومعاملتي أصولية؟ شكرا جزيلا لك. حقيقة احنا ما عدنا جواب للمواطن. المواطن يسألنا بهواية أمور، وهذا اللي يعني التحرير انتهى. التحرير صار 4-5 سنين وما يرجعوا لبيته وداره، يفوت من يم منطقته ويشوفها وما يقدر يفوت بها. ليش ما ترجع لمكانه؟ شكرا جزيلا لك الشيخ أحمد المشهداني، شيخ عام عشيرة المشاهدة، على هذه المشاركة. الأخبار مستمرة. في التطورات الإقليمية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده اتفقت مع العراق على نزع سلاح ما وصفتها بالجماعات الإرهابية في إقليم كردستان وإغلاق مقارها العسكرية بحلول أيلول المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق إذا لم ينفذ في موعده فإن بلاده ستقوم بمسؤولياتها تجاه الجماعات الإرهابية. اتفقنا مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان وإغلاق مقرها العسكرية بحلول أيلول المقبل. الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة وإخراجهم من الثكنات العسكرية التي أنشأوها ونقلهم إلى معسكرات يختارها العراق. إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوجود الأمريكي في المنطقة غير قانوني على الإطلاق، ولطالما كان هذا الوجود مزعزعا للسلام. موقفنا واضح بشأن سلوكيات أمريكا في المنطقة، الوجود الأمريكي غير قانوني على الإطلاق. أيضا موقف العراق واضح في إطار الاتفاق الأمريكي العراقي. إننا نعتبر الوجود الأمريكي في المنطقة يتعارض مع السلام فيها، ولطالما كان هذا الوجود مزعزعا للسلام. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من أستراليا رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات أحمد الياسري. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. إذن اتفاق إيراني عراقي على نزع سلاح جماعات مسلحة على الحدود شمال العراق وإغلاق مقارها العسكرية أيضا، برأيك كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع تلك الجماعات؟ نتحدث عن عملية عسكرية ما؟ تحية لحضرتك أستاذة زينب وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هذه يعني تبعات أو تداعيات الحالة الحربية التي تولدت في الفترة الماضية، يعني استهداف إقليم كردستان وعمق إقليم كردستان عبر عمليات نوعية تقوم بها القوات الإيرانية، وهو الأمر الذي يعني عقد العلاقة الخاصة بين إقليم كردستان وإيران وبين العراق وإيران بشكل عام. لذلك هو أنا أعتقد نوع من أنواع تنظيم هذه العلاقة وضبط يعني الحقيقة هو الحركات المسلحة أو الفصائل
المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان وهي لا تملك نشاطا واسعا بالداخل الإيراني نشاطا يعني شبه اللوجستي يعني داعم لحركة شعبية موجودة في يعني مناطق سلندج ومروان المناطق التي طيب أستاذ أحمد مدى واقعية وضع جدول زمني يقدر بنحو شهر لهذا الأمر من أجل نقل هذه الجماعات لأماكن أخرى هل ترى هذا الأمر واقعيا الحديث عن مدة شهر؟ جزء من هذه الجماعات يعني تنطبق عليها واقعية هذا الاتفاق ولكن ليس الكل بكل تأكيد لأن هذا أمر مفتوح يعني خارج نطاق سيطرة العراق وحتى سيطرة القوى الأمنية في إقليم كردستان. أنا أعتقد هذه ممكن أن نقرأها أنه هو نوع من أنواع خلق لمبررات قادمة. إيران تشعر أنه ممكن أن يكون العراق في الفترة القادمة ضمن الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية منطلق يعني لعمليات تستهدف بها هو الصديق لإيران بالداخل العراقي وأنا أعتقد هو نوع من أنواع الضبط على مستوى العلاقة الإيرانية العراقية والتصعيد على مستوى الثنائية الأمريكية الإيرانية التصعيد وأيضا طهران تحذر أستاذ أحمد إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه تلك الجماعات ما الذي تحذر منه إيران أيضا رد عسكري؟ الرد العسكري بكل تأكيد إيران قامت سابقا باستهداف كردستان على مستوى الاستهداف الصاروخي يعني عاصمة إقليم إربيل وكذلك استهداف للمناطق الحدودية لذلك أنا أعتقد الدبلوماسية العراقية كان عليها أن تكون بمستوى المسؤولية الحقيقة وترد على هذا الخطاب لأنه خطاب يعني استفزازي وإعلان مباشر أن إيران ممكن أن تستهدف أمن وسيادة العراق وهذا أمر يضر بالعلاقة بين البلدين ويخترق يعني القوانين الدولية التي تحمي السيادة العراقية وعلى سيرتها أيضا طهران تهدد أستاذ أحمد كذلك الحال في موضوع الوجود الأمريكي في العراق والتحركات الأخيرة في العراق هاجمتها أكثر من مرة رغم أننا نعلم أن الوجود الأمريكي رسمي وقائم وفقا لاتفاقات رسمية بين الجانبين العراقي والأمريكي برأيك يعني بداية كيف تقرأ هذه التدخلات الإيرانية وأيضا إلى أي مدى هذا الحديث الإيراني قد يحرج حكومة السوداني التي تتمتع كما هو معلوم بعلاقات جيدة مع طهران أنا أعتقد رغم انضباط الثنائية الأمريكية الإيرانية في الداخل العراقي في عهد حكومة السوداني وحصول يعني شبه اتفاق غير معلن بأن أصدقاء إيران يعني يكون لهم حظوة سياسية يعني عبر رمزية حكومة السوداني وهو الأمر الذي أعاد قواعد الشباك الأمريكية الإيرانية بالداخل العراقي إلى حالة الانضباط ولذلك أنا عبرت عنها في الإعلام بأنها حالة هدنة ولكن على مستوى الميادين الأخرى بدأت يعني تتشكل حالة صدام جديدة ليس مرتبطة بالثنائية الأمريكية الإيرانية ولكن مرتبطة بدور إيران في إدارة يعني نشاط المنظومة الشرقية في منطقة الشرق الأوسط وهذا الحقيقة يعني دور أصبح واضحا بعد الحرب الأوكرانية الروسية ولذلك التدخل الأمريكي هذه المرة وليس مرتبط ب انضباط الثنائية الأمريكية داخل العراق ولكن مرتبط ببعد استراتيجي الحضور الروسي الحضور الصيني بالمنطقة التي بدأت يعني تشكله أو تمثله إيران ويختلف الموضوع الاستراتيجية المرتبطة بالقوى الكبرى بالموضوع الخاص المرتبط بالثنائية الأمريكية وتأثيراتها على الواقع السياسي العراقي. شكرا جزيلا لك أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات كنت معنا من أستراليا. الأخبار مستمرة
اقتصاديا استحدثت وزارة التجارة مركزا جديدا لتحديث بيانات البطاقة التموينية في أبو غريب والمناطق المحيطة بها في أطراف العاصمة بغداد. وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري في استحداث مراكز جديدة لفك الزخم الحاصل على مراكز التحديث ولتسهيل الإجراءات على المواطنين. من جانبهم ثمن مواطنون هذه الخطوة التي خففت عنهم عناء الذهاب إلى مركز المدينة لغرض التحديث. طبعا هاي قاعة جديدة استحدثناها ثاني يوم، القاعة مبردة بالكامل، مجهزة بالكامل من الدعم اللوجستي، مجهزة بأجهزة تبريد كاملة. الدوام يبدأ من 8 إلى 2 الظهر، كهرباء مستمرة على مدار ساعات العمل. طبعا خفت كثير من الزخم، احنا بدينا خلال البارحة واليوم الزخم شوية خف علينا، نستقبل باليوم أكثر من 1500 عائلة، يعني 1500 عائلة من الساعة 8 لحد الساعة 12 احنا مكملين إن شاء الله. بالإجراءات المتبعة أنه يحضر المواطن لغرض التحديث، مستصفين معهم المستمسكات الرسمية، هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة. في حالة وجود بطاقة موحدة ما يحتاج إلى أنه تجي العائلة بأكملها، لكن إذا كانت الجنسية فلازم يكون مستصحب صاحب العلاقة بالجنسية. موضوع التسهيل موجود كله، وتعاون مشترك، والناس سلسين بتعاملهم، ماكو اي صعوبات والحمد لله والشكر. جينا ماكو الزحام، قالوا الزحام وهوس، الحمد لله والشكر. كلها 10 دقائق كملت وها طلعت الحمد لله والشكر، لا تاخير ولا تعب ولا تبريد مشتغل والحمد لله والشكر. لجنه التخطيط الاستراتيجي تستضيف وزير التجاره والكادر المتقدم في الوزاره لبحث اليات تنفيذ البرنامج الحكومي وما تم انجازه في الفتره الماضيه. تفاصيل اوفى في سياق هذا التقرير. لبحث آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وما تم إنجازه في الفترة الماضية، استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي وزير التجارة أثير الغريري والكادر المتقدم في الوزارة. كانت هناك أولويات وكانت هناك مستهدفات، وأيضا كان هناك مجلس تم مناقشته، وكانت هناك ملاحظات قيمة وجيدة من قبل الفريق النيابي وهذه اللجنة النيابية المتخصصة، وأيضا كانت هناك إجابات وافية وكافية قدمت من خلال الفريق الوزاري الحاضر في هذه الاستضافة، وأخذت بجميع هذه الملاحظات التي سوف تضمن وأيضا وترفع بكتب رسمية لهذه اللجنة. كان من أهم وأبرز المحاور التي نوقشت هي موضوع السلة الغذائية والحصة التموينية واستهداف شريحة الفقراء. نواب من جانبهم عبروا عن ارتياحهم لخطوات وزارة التجارة من خلال دعم السلة الغذائية التي تشهد تطورا ملحوظا وإعطاء وجبات إضافية لشريحة الرعاية الاجتماعية، فضلا عن خطوات أخرى في الوزارة مثل مكافحة الفساد ودعم الفلاحين والتجار. نقاط التحسن هي إعطاء مثلا ما يقارب أكثر من 5000 وجبة للرعاية الاجتماعية كوجبات إضافية، كذلك أنه هناك تحسن، يعني سابقا كان هناك 6 وجبات في السنة، الآن عندنا 10 وجبات في السنة، وإحنا طالبناهم باستكمالها ل 12 وجبة. إلى جانب الرضا النيابي، يشيد مواطنون بخطوات الوزارة من خلال دعم الفقراء وفتح منافذ للبيع المباشر للسيطرة على الأسعار وإطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية لأول مرة في البلاد. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائية. حراك جديد يلوح في الأفق، يؤمل من خلاله أن يشرع البرلمان قانون النفط والغاز في فصله التشريعي المقبل. المزيد في التقرير التالي. لجنة مشتركة جديدة تضم وزارتي النفط والموارد الطبيعية في الإقليم وشركة سومو، فضلا عن ممثل المحافظات المنتجة للنفط كالباصرة وذي قار وميسان وكركوك، مهمتها وضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة الاتحادية والبرلمان. الحكومة الاتحادية تلتزم أيضا بالتزاماتها تجاه الإقليم، ويجب أن لا يفرض، يعني قضية النفط لا يكون محور أساسي، لأن هناك كثير من المحافظات ليس لديها نفط، مثل بغداد، حلة، نجف، كربلاء، كوت، ديالة، صلاح الدين، هذين المحافظات ليس فيها أي نفط. وبينما يرى أن تفاصيل فنية هي ما تهدد أو تؤخر قرار القانون، وما يرى
أن نقاط الخلاف سياسية وليست فنية، يؤكد برلمانيون وجود إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريعه، على أمل أن تصل المسودة إلى البرلمان في الفصل التشريعي الحالي، متوقعين إقراره في الفصل التشريعي المقبل، أي بعد نحو 4 أشهر. طبعا المسودة بصراحة مو فقط المسودة اللي مسويتها إقليم، هناك مسودة سابقا باتفاق كل الأطراف السياسية موجودة، لكن ما يعني شكلت الكابينات وراحت ما حد مد إيده، ربما ما كونية لتطبيق هذا القانون والغاز. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة سوم الحكومية السيطرة الكاملة على واردات النفط وبشكل أولي. لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في تفاصيل قد ينهي غيابها شهر العسل في مفاوضات قانون النفط والغاز. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. للمزيد ينضم معنا النائب السابق في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري. سيد عبد السلام، مرحبا بك. ما الذي ينتظره الكرد اليوم من مباحثات إقرار قانون النفط والغاز فيما يتعلق بتصديرهما من إقليم كردستان؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات والأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة الإقليم ينتظر منذ 2007 أن يتم إصدار قانون ينسجم مع روح الدستور ومع طبيعة النظام العراقي في ما يخص على الأقل موضوع النفط والغاز، وهو ما تلكأت عنه عن إصداره الحكومات السابقة. المسودة التي تم تسريبها والتي اطلعت عليها أنا، وأنا أعتقد يعني هي تقريبا شبه صحيحة، كتبت أولا من طرف واحد. لاحظ إذا تسمح لي، نظرتنا هي تستند على قراءة لنص وروح الدستور. موضوع النفط والغاز في الدستور تم تناوله في المادة 111 عندما يقول نفط والغاز ملك للشعب في كل المحافظات والأقاليم. هذا لا يعني أنها ملك لحكومة أو لشركة معينة، بس وهذا يعني أن الواردات المستحصلة من النفط يجب أن توزع على المحافظات والأقاليم، سواء كانت منتجة أو غير منتجة. هذا بالترابط مع الفقرة الثالثة من المادة 121 التي تنص على ضرورة تخصيص نسبة عادلة من الواردات المستحصلة اتحاديا للأقاليم والمحافظات حسب نسبة سكانها، يعني ممكن أو يسمح أو يقبل بأن تكون يعني المعاملة مع الواردات المستحصلة من بيع النفط والغاز مركزية. ولكن ألا ترى هناك جانب آخر من الموضوع سيد عبد السلام؟ ألا ترى أن هذا الموضوع ربما طيب تفضل إذا أكمل. هذا جانب من موضوع ملف النفط والغاز. الجانب الآخر والأهم هو موضوع إدارة ملف النفط والغاز. الإدارة بمعنى البحث عن التنقيب إلى أن يوصل إلى مسألة التفاوض على السعر والبيع، وهذا يعني من هناك تبدأ المهمة هي الاتحادية اللي موجود في قانون هذا. والعقلية اللي سائدة في بغداد هي أن كما ورد في كلمة سيطرة كاملة، يعني هم ينظرون للعراق كما كانوا ينظرون إلى العراق قبل 2003. كل الأمور بصغائرها يجب أن تكون بيد هيئة اتحادية، وهذا هو أنا أعتقد الخلاف الرئيسي. المحافظة المنتجة حسب المادة 112 أليف لها حق المشاركة في إدارة الملف الآبار الموجودة حاليا. الملفات الآبار المستخرجة حديثا سكت عنها الدستور، بل أشار في الفقرة باء إلى المادة 121 مادة 112 إلى أن يتم وضع السياسات الاستراتيجية لتطوير قطاع النفط بالتساور ومع الحكومات المحلية والأقاليم والحكومة الاتحادية. القانون بتصوري أنت سألتني، نحن ننتظر أن يمثل هذه الروحية القانون بتفاصيله، وهذا غير موجود. طيب، على ذكرت أن النفط من حق الشعب كما قال الدستور، ولكن البعض يتخوف من يعني الموضوع لو أصبح هكذا من إمكانية أن يتشتت القرار الحكومي بخصوص إدارة ملف النفط والغاز، كل محافظة على حدة ولا ترجع إلى الحكومة المركزية. كيف سيؤثر هذا الموضوع على الإقليم الذي يطالب بصلاحيات أكبر في هذا الملف، والحكومة المركزية تحجم من صلاحياته؟
لا الإقليم بالمناسبة الأخي الإقليم ما يطالب بأي صلاحيات إضافية، الإقليم يطالب بتطبيق الدستور. كل ما لم يرد نصا في الدستور من صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية هي حسب المادة 115 من صلاحيات الأقاليم. المادة 121 دستورية في الدستور تعترف بالأقاليم لا فقط إقليم كردستان، كان المفروض مع الأسف الشديد ما أقول لكن المفروض كان العراق الفدرالي يتكون من 3-4 أقاليم على الأقل. الأقاليم تمثل الدولة ولها حق في ممارسة كل ما يتطلب إدارة الدولة من ناحية التشريعية التنفيذية والقضايا. لماذا هذا الناس؟ بمعنى الإقليم يمثل الدولة، هو الدولة في حدودها. الصلاحيات الحصرية الواردة في المادة 110 تخلو من مسألة بالضبط السيطرة الفعلية على ملف إدارة النفط. كما قلت مرة أخرى إدارة الملف تبدأ من البحث عن وتنتهي بالتفاوض على البيع، بمعنى سواء كانت هناك هيئة اتحادية في الناصرية أو في العمارة تشرف على التنقيب وغيرها أو كانت هيئة اتحادية سومو، في النهاية البيع وجمع الواردات وتسليمها الخزانة المالية لا أحد يعني يخالف كون أن هذا أمر اتحادي ويجب أن يتم من خلال هيئة اتحادية. لكن ما يسبق عملية البيع أنا أعتقد من حق المحافظات المنتجة والأقاليم حسب الدستور أن تطالب بأن يكون لها وجود فعلي. الوجود الفعلي لا يكون بأن يكون هناك عضو يمثل الإقليم وضحت أو اثنين ثلاثة يمثلون المحافظات في لجنة اتحادية، يجب أن تتباحث هيئات اتحادية مع هيئات تمثل هذه الجهات. عبد السلام البرواري النائب السابق في برلمان إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. استقبل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر الشيخ ستار مزهر العبيدي والشيخ أنمار فايز العبيدي وشيوخ عموم فخذ الغوالبة في ديالى. الشيخ الخنجر أكد حرصه على إبراز الصورة المشرقة لمبدأ التعايش السلمي بين قبائل المحافظة وتغليب لغة الحوار وفرض سلطة القانون على الجميع، مشددا على ضرورة اختيار الشخصيات المهنية المؤهلة لتحمل مسؤولية تمثيل الجماهير في الانتخابات المقبلة، فيما عبر الحاضرون عن تقديرهم لمواقف الشيخ الخنجر في مطالبته بالحقوق المشروعة. بعد مناشدة عائلة الراحل الدكتور علي الوردي، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأجهزة المعنية بالعمل على إخلاء دار العلامة الراحل التي يسكنها أحد المواطنين في منطقة القاظمية ببغداد. الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول ذكر في بيان أن قوة أمنية شرعت في إخلاء الدار وإبلاغ أسرة الدكتور الوردي بتسلمها، كما أشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحويل الدار إلى صرح ثقافي. وكانت عائلة عالم الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي ناشدت الحكومة لاسترجاع بيت العلامة بعد أن استولى عليه المستأجر ورفض الخروج منه في بغداد. التفاصيل في التقرير التالي. قاطعين الأزقة صوب قلب مدينة الكاظمية حيث منزل العلامة والمفكر الراحل الدكتور علي الوردي، أرشدنا أهالي محلة الأنباريين إلى الدار، أحكم أحدهم قفلا في بابه وغادر مؤقتا، حيث بيع واستؤجر المنزل مرات عديدة بشهادة الأهالي. إنه هذا البيت اللي كنت يمس هو بيت علي الوردي، الأستاذ علي الوردي، فخلال هالفترة الحقبة انباع وتأجر لأكثر من أشخاص يعني سكنوا وشالوا، بس يبقى يعني نريد نوصف ونقول بيت الأستاذ علي الوردي من يعني نقطة دالة معروفة بالكاظمية، هي هاي المدرسة أشياء شاخصة معروفة ودليل يعني قطعي.
شهادة الناس تعزز مناشدة أبناء الورد من بلاد المهجر بتحرير منزلهم من جهات وضعت يدها على الدار الأولى التي ترعرع فيها مع أسرته التي ترغب في تحويله إلى متحف يحمل اسم المفكر العراقي ويضم مقتنياته. هذا الإنسان اللي قاعد بهذا البيت مدى يقبل يخلي البيت؟ فشلت كل الطرق بالمفاوضات بالكلام، ماكو أي طريقة. صدرنا قرار من المحكمة حتى نخلي البيت وحصلنا على قرار الإخلاء، وانطينا يعني شلون نقول انطينا مدة حتى نخلي البيت وما فعل، وتالي يدزوننا يرسلوننا تهديدات انه احنا هذا البيت ما نخلي، لو قاتل لو مقتول هذا البيت. انه دي ليش يعني احنا هذا بيتنا نريد نحوله الى متحف، متحف يضم اشياء ابونا يعني مكتبه كتبه كراسي المكان اللي درس بيه، دي ليش؟ على ناصية الشارع ضمت المدرسة الخالصية التي تشبع الوردي من إناء علمها ضم صوتها إلى صوت عائلته، خصوصا أن المنزل وارتباطه بذكريات عالم الاجتماع يعد علامة دالة في المدينة وقد تعرض للإهمال والاستحواذ عليه من قبل جهات عديدة. فبيت أصبح يعني بيت خربة وما مهتمين به، فسيحنا ندعو احنا المسؤولين اذا عائلته يطلبون ان يكون كمتحف، فهذه فبصمة خير اله، او حتى يظل هذا الاسم يعني لا ينمحي على قدر علميته وثقافته. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. أكثر من 4000 إصابة بالسرطان في محافظة ديالى في ظل استمرار انتشار العوامل المساعدة على انتشاره. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أكثر من 4000 إصابة بالسرطان مسجلة في ديالى، والأعداد غير الرسمية أكثر بكثير. تراجع هذه الشريحة المركز الوحيد في بعقوبة، وبعض الأدوية باهظة الثمن وغير متوفرة أحياناً يجعل المرضى يعانون من مرض قاتل ارتفعت أعداد المصابين به هذا العام. الأعداد كبيرة وعدد المراجعين يزداد يوم بعد يوم، وبلغت الحالات المسجلة ما يقارب 4000 حالة مسجلة حالياً في المركز. الأدوية بصراحة أغلبيتها أدوية غالية الثمن ومكلفة وبحاجة إلى ميزانيات ضخمة طبعا. الوزارة بصراحة موجود تجهيز الوزارة، لكن في كثير من الأحيان يكون أقل من المطلوب، خصوصا في التزايد المستمر للأعداد المرضى. في أغلبية الأحيان الكثير من العلاجات يعني تكون غير كافية. في غرب بعقوبة رصدت عشرات الحالات بالقرب من أحد أبراج الاتصالات، مما يشير إلى وجود إشعاعات مسرطنة بحسب المخاطبات بين الإدارة المحلية ووزارة الاتصالات. إجراءات اتبعتها الحكومة للحفاظ على أرواح الأهالي التي وصفت بالمتأخرة لوفاة بعض المرضى المصابين. وأعلمونا بموجب كتاب رسمي وتقرير الخبراء الخاصين بالبيئة يتكلم عن قيام شركة أسيسيل بعد أخذها موافقات بمحطة فرعية تطويرها فيما بعد وإضافة أطباق وتحويرها إلى محطة رئيسية داخل الحي السكني. ما أخبرونا في التقرير المرسل إلينا أنه تؤثر وفيها إشعاعات والمفروض تكون خارج المدن. وبحسب متخصصين فإن ديالى تعتبر من المحافظات التي ينتشر فيها السرطان لوجود عوامل مساعدة كالتلوث البيئي وأبراج الاتصالات داخل المدن. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. الجفاف يقضي على نهر طبر سيد جواد ويزيد من معاناة أكثر من 20000 عائلة. المزيد في التقرير التالي. طبر سيد جواد يتقاعد إجباريا بعد خدمة استمرت لمئات السنين. هذا النهر الذي تجاوز عمره 400 عام، ومنذ القدم كان الناس يزرعون مختلف المحاصيل الزراعية بالاعتماد على مياهه. اليوم ودون سابق إنذار ضرب الجفاف هذا النهر، وزادت معه معاناة المواطنين الساكنين في تلك المنطقة. هذا نهر
يصيحوا له طبر سيد جواد هنا، هذا تاريخه منذ 450 سنة، يعني 4 قرون ونص منذ عهد الدولة العثمانية. هذا النهر كان يجري ويروي الأراضي الزراعية وتزرع بأحسن المحاصيل الزراعية بمحصول العنبر هنا. هسه الآن الأراضي الزراعية جفت، قمنا نقوم بحفر البرائم هنا، جفت البرائم هنا بنفس الوقت بسبب من؟ بسبب أنه الناس أنه لم تحصل على المياه في هذه في هذا النهر هنا، ويتعذرون بأنه الغاز للناحلات التي تنقل لنا من نهر العباسية إلى طبر سيجوات أنه لم يكفيها الغاز. أهالي المنطقة بيّنوا أنهم توجهوا إلى طرق بديلة لتوفير المياه من خلال حفر آبار في باطن الأرض، لكن هذه المحاولة فشلت كون المنطقة تفتقر إلى المياه الجوفية، وبهذا فإن الزراعة أصبح شبه معدومة ومن الصعب الحصول على مياه الشرب. نطالب الدولة بوضع حل لهذه المشكلة ومشكلة المياه بأي طريقة، لأنه الناس اللي يسكنون المنطقة محصولهم معيشتهم على الزراعة وما عندهم دخول أخرى يعني تقاوم معيشتهم. هاي المنطقة تعاني من الجفاف نهائيا، ما يوصلها ماء خاصة المناطق الفرعية، والإسالة كذلك ماء الإسالة كذلك هم ما يوصل خاصة المناطق الفرعية. بعد أكثر من 4 قرون على وجود النهر كمصدر أساسي لتوفير المياه في المنطقة، يغادرهم بشكل مفاجئ بعد شح المياه بسبب الجفاف، مما جعل الأهالي يشدون رحالهم للهجرة نحو المدينة. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة. الليمون الأخضر العراقي يزين بساتين الحمضيات وينافس المستورد رغم ارتفاع سعره وقلة الدعم الحكومي للمزارعين. تفاصيل عفا في سياق هذا التقرير. ثمار الليمون الأخضر العراقي تزين بساتين ناحية المعتصم التي اشتهرت بزراعة الحمضيات. مع بداية شهر أيلول ينضج الليمون الأخضر وينافس الليمون المستورد بطعمه رغم انخفاض إنتاجه إلى نحو 70% بسبب قلة الدعم وشح المياه وآفة الخنازير الجديدة. يبدأ موسم الحمضيات من شهر 9 إلى شهر 12 تدريجيا، ويكون الحوش بالبداية يعني شهر 9 والعاشر أفضل، يعني سعره شوية غالي يصل إلى كيلو ماله من 4 إلى 5 آلاف. والنمو العراقي نكهته أفضل من المستورد، لأن طعمه يميل للبرتقال، يعني لا حامض زايد ولا حلو، يعني نكهة خاصة. النمو حامض نحوش منشت له 8 صنادي قبل سابقا، أما هسه نحوش منها صندوق لقلة الدعم وقلة الأسمدة الكيميائية وقلة الأسمدة الحيوانية، وتأذينا من الخنازير، يعني أذية كلش قوية، يعني تأذينا منها، فلشت ما خلت لا عمد لا شيء لا دعم، وما تدعمنا الزراعة بأي شيء، ماكو أي دعم منا. الناشدة الحكومة تدعمنا بسموم بعلاج بأسمدة كيميائية. يتفوق المنتج المحلي بسعره عن المستورد 4 أضعاف أو أكثر، بينما يفضله المواطن على المستورد رغم ارتفاع سعره بسبب طعمه الأقل حموضة من المستورد وقرب مذاقه من البرتقال. بالنسبة للمواطن يفضل العراقي، لأن العراق كطعم أطيب، وأول ما ينزل بداية نزوله يصير 5-4 كطعم العراقي طبعا أفضل من المستورد، لأن المستورد الحموضة ما تصير كلش قوية، بالنسبة للعراقي حموضة تصير على حلا يعني، والمواطن يرغب جدا. أسعار المستورد من 1000 إلى 1000 وربع كبيع، أما العراقي من 4 إلى 5، هذا السعر ثابت إلى أن ينتهي. ما يزال الفلاح العراقي يكافح من أجل استمرار إنتاجه لديمومة معيشته لكي لا يلجأ للهجرة من الريف إلى المدينة ويزيد من البطالة المتفشية. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام الحصاد، إليكم تذكيراً بالعناوين. بجهود الشيخ الخنجر الوقف السني يستعيد جامع دعاة الإسلام بمنطقة الحرية في بغداد. البرلمان ينجز مرحلة متقدمة من قانون العفو العام ويقترب من مناقشته تحت قبة التشريع. سببها أبراج الاتصالات،
قفزة مقلقة بإصابات السرطان في ديالى، وأسعار العلاجات تفتك بالفقراء. عمره تجاوز 400 عام، الجفاف يقتل طبر سيد جواد، أبرز مشاريع الإرواء في النجف. لتحرير منزل والدهم وتحويله إلى متحف، أبناء العلامة الوردي يطلقون مناشدة من المهجر. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر، ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.